اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصولا الى اخر فقراتنا وهي ركن الفنون. في فضاء السوشيال ميديا بطبيعه الحال بتظهر عديد من الابداعات الشبابيه اللي بتهتم بكثير من القضايا الاجتماعيه والانسانيه، ولكن بتتم معالجتها بشكل درامي بيلامس الواقع المعاش وقضايا كثيره جدا احنا قاعدين نعيشها في مجتمعنا السوداني بطبيعه الحال، وبتخدم ايضا كل القيم المجتمعيه والعادات والتقاليد. الليله معانا واحد من الشباب اللي حاول انه يشق طريقه في عالم الدراما تحديدا، ومع بعض الاطفال. يمكن الاطفال هم لهم رساله ايضا في مجتمعنا السوداني، وكون لهم مجموعه بعنوان مبدعون. اهلا ومرحبا بك معنا ضيفنا مدثر قسم السيد مخرج درام، كيف حالك؟ الحمد لله. عليكم السلام. مدثر قسم السيد الطيب من ولايه الجزيره، شرق الجزيره، تنبول، قريه قريعه المنصوره. درست كليه الموسيقى والدراما، تخصص اخراج. نعم. طيب حبابك معنا، وفي البدايه خلينا نتعرف على مجموعه مبدعون. مبدعون هي مجموعه فنيه بنهتم بالقضايا الانسانيه، وزي ما قلت بنناقشها في غالب درامي. دائما يعني بنشوف القضايا الانسانيه، القضايا الخالده. يعني احنا في قضايانا مثلا نتناول القضيه بتاعت مثلا الحسد، القضيه بتاعت التسامح، لانه دي قضايا خالده. يعني قبل 100 سنه الحسد كان فيه، وبعد 100 سنه الحسد حيكون فيه. صح. ما بنهتم بالحاجه اللي هو يعني مثلا حياتها بيكون عندها فترة مؤقتة وبتنتهي، لا، قضايانا خالدة، الإنسانية خالدة مستمرة. صحيح. طيب يا مدثر، خلينا مع المشاهدين نشوف واحدة من الأعمال الدرامية اللي أنتوا قمتوا بها، وبعد ذلك تشرح لنا الأسباب والموضوع هو ذات نفسه شنو. خلونا نتابع إن شاء الله. طيب تابعنا مع بعض العمل الدرامي، وخلينا نتكلم معك يا مدثر، الفكره منه شنو والرساله اللي انتم دارين ترسلوها للمجتمع؟ الرساله يعني اول شيء معروف الشعب السوداني شعب يعني اللي هو مثلا كريم. غير الشعب السوداني، قبل ما نخش الشعب السوداني، احنا كمسلمين لازم نتعاطف مع بعض، عرفتي؟ نعم. وزي ما عارفه انت في جميع جميع السودان ولا اي حاجه، في كثير من الاطفال مشردين الملاقين رعايه. فاحنا بنوجه رسالتنا انه الناس يعني تشوف الناس الفاقدي السند، الناس المحتاجين، الفقراء اللي بنوه في الشوارع وكذا، الناس تساهمهم او تساعدهم، يعني تقف معاهم. عكس اللي بيحصل تماما، في ناس بيعاملون معامل غاسيه، يطردون، ينهرون، يعتبرون انا اصلا يعتبرون ما بشر زينا، عرفتي؟ لا، احنا ما دارين كذا. احنا حس الطفل اذا ما شفتيها جات وانبطحت قدام البيت برا كذا، جا لقى طوالي، جاب لي ساعدها، جاب لها الشاي، جاب لها الحاجات، يخلي الناس يعني الإنسانية، يعني الناس تعمل الحاجة دي، تحس على الحاجة دي الإنسانية. فعشان كده عملنا العمل اللي هو محمد ومروة، بطولة حماد ومروة، وإن شاء الله رسالتنا تصل. إحنا في النهاية همنا الرسالة تصل يعني.
طيب يمكن واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا منذ البداية والفكرة من إنشاء مجموعة مبدعون، شنو الأسباب اللي خلتكم أنتوا تنشئوا مجموعة مبدعون؟ مجموعة مبدعون الفنية، أول شيء إحنا أنا كنت شغال على يعني هو حمادة ومروة براون الأطفال ديل، فعرفت إنه هحتاج باقي شخصيات هحتاج هنا، فقلنا خلاص نكون مجموعة مجموعة فنية في عدد من الشباب، فكوننا الفرقة والمجموعة عشان نقدر زي ما قلت لك أول شيء هو نوصل الرسائل عشان نقدر الأطفال بحد ذاتهم هم الأطفال يعني مؤثرين، عشان كده طوال أنا أخذت جانب الأطفال لأنهم مؤثرين شديد، ف يعني واشتغلنا مبدعون لأن إحنا المجتمع أي زول أي إنسان في المجتمع يعني في الحياة عنده دور لازم يأديه، فأنا يعني كطالب قريت كلية الموسيقى والدراما فواجبي إني أقدم الناس بحسب الحاجة اللي تعلمتها أنا أوصلها في غالب درامي عشان تصل للناس. صحيح. عشان كده كوننا فرقة مبدعون اللي هي في طنبول عشان تكون يعني معروفة وتكون يعني تقدم يعني القضايا بتاعة السودان عامة يعني. طيب. مش منطقة طنبول فقط. صحيح. يمكن شريحة الأطفال يا مدثر بطبيعة الحال عندهم يعني تصرفات لا إرادية، فكون إنك تجيب طفل صغير في العمر وتخليه يمثل ما كان في تخوف من الأداء من الإتقان؟ والله فعلا في تخوف وفي صعوبات، أنا قاعد أخذ معهم صعوبات مبالغ فيها، يعني أنا شغال معهم الأطفال ديل من 2016. يعني فشغال معاهم وتعالوا واعملوا وعيدوا يعني حتى هم بيكونوا يعني ما مركزين، اقل حاجه بتلهاون عرفت مثلا احنا شغالين تصوير لو مثلا مروه الممثله دي لو سمعت لها دلوقه برا ساي شغاله تجري تخليني مثلا تقول لي دلوقه ايوه، فعشان كده شنو بقيت يعني بدعم معاهم وبجتهد معاهم عشان ما يقدر يوصلوا الاحساس. انا بشتغل معاهم انا خلف الكواليس يعني تلقاني شغال معاهم عيد المد مش يمكن نعيده 10 مرات انا حاسس الجلحات دي بسببها هون ذات الله يديم العافيه ان شاء الله لكن الله يديم العافيه الله يحفظني يعني يعني بدك بنتعب في الحاجه دي يعني بنتعب تعب شديد حقيقه يعني طيب فعشان كذا انا اخترت بنتعب لكن شايف انه هم اقرب وانا امكانياتي هم الاطفال دي ما عندي امكانيات غيرهم لاني لو بدي اجيب امكانيات شغل انتاج وزي ما عارف تفاصيل طب خلينا نشوف برضه مع بعض عمل ثاني ونشوف جزء من امكانيات ايضا الاطفال في مجموعه مبدعون تفضل الحلة دي ما بيها شمالات ولا مرة طلقوها ولا خطوبة سعيد العمي حدد الواطوشة زحى الحي الحق أنا الحي الحق أنا زحى رجع الحجار مكاننا سعيد ها يا عد عمي الحجر ده دخلت له جوا واطي هذا قرا حده شنو يعني انا باكل حق الناس صلح كلامك يا سعيد صلحه احسن لك ازول ايه اختصر الكلام انت لو راجل ود رجال شيل لك حجر من هنا العكاز ده يا باب الله يسامحك يا ظالم انا ظالم ها قتلوا تفضل تفضل السلام عليكم حرم ما تقول احفلي سامحني عارف اللحظه دي لحظه الشيطان في
في النهاية نحن حاجة واحدة. لقيت إنه الحلم واقع بيتحقق إذا صفينا نيتنا ولو كان الوطن غاية. في النهاية نحن حاجة واحدة ولو كان الوطن غاية. طيب نحن تابعنا العمل الدرامي الثاني وزي ما بقولوا سمح الكلام في خشم سيده. الفكرة من العمل شيطان الأرض، يعني طبعا المشكلة بتاعت الأراضي دي وعندنا خاصة في الولايات أو الغرى عندنا مشكلة الأراضي دي دائما بتحصل كثيرة، إذا كان من الأولاد العم أو الأخوان في حد ذاتهم أو يمكن تكون من غرية لغرية بتحصل كثير، عرفتي؟ فعشان كده إحنا عرضنا المشكلة دي وعرضنا يعني أسبابي اللي هي أسباب شنو ونحلها كيف، يعني عرضناها بسبب إننا نحلها كيف. فحسي ده ودعمه وضربه في الأرض وكده، وفي النهاية أكيد يعني أي ظالم بيظلم أخوه أو بيظلم ودعمه أي حاجة في النهاية أكيد ربنا حيرجع الحق لأصحابه. يعني هنا عرضنا الحاجة دي بصورة مختلفة، إنه بعد ضربه جاوا في البيت واعتذروا ده قبل عذر طوالي. هنا القيمة دي نتكلم عن قيمة التسامح، إنه الناس تسامح بعض إذا كان أخوان إذا كان أولاد عم أو إذا كان مشاكل حتى بين غرية وغرية، في النهاية الناس تتجه إلى السماح والسلام وتحل الحاجة دي بمشكلة، تحل المشاكل دي عن طريق السماح أو القانون أو كده أو ما يجوا لأي خطوات ثانية زي ما شفنا. ممتاز. طيب بالنسبة للدعم المادي والإنتاج وطوال بيكون عائق في طريق كل مبدع عنده رسالة مجتمعية، الحاجة دي احنا قاعدين نمر بها يعني بشكل كثير جدا. بالنسبة للمجموعات مبدعون قدرتوا تتخطوها؟ والله المشكلة المادية أو المشكلة بتاعة الرعاة هي برضو يعني عندنا غايمة عندنا المشكلة، لكن يعني الحمد لله يعني أنا تخطيتها بمجهوداتي ومجهودات الأسرة الكريمة ربنا يديهم العافية. يعني يعني أقل عمل هو دايري تكاليف، يعني مثلا نكون ماشيين نصور في سبتمبول، يعني لو حسبناها كده حساب مثلا لو ماشيين صح حق المواصلات قروش، يعني عرفتي اي عمل هو اي عمل عشان محتاج لقروش. صح. فاحنا الحمد لله الاسره الكريمه وهو النايم موفر، يعني الحياه دي متوفره يمكن نوعا ما، يعني بنشوف الركشه في البيت، بنشوف ركشه جيراننا كده، يعني ابن مشبية، يعني عايشين زي ما بيقولوا بنكافح في الحاجه دي عشان نقدر نصل لهدفنا في النهايه. لكن فعلا هو عار يعني مشكله قدامنا بتاعت الماديات او الانتاج، يعني لو لقينا يعني راعي رسمي يرعانا او لقينا قروش بتاعت انتاج حنقدر نعمل وحنقدر نبدي اكثر من كذا، يعني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. طيب فيما يخص المشاركات وانتشار عملكم الدرامي فقط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا عندكم منصات او جهات انتم قاعدين تقصدوها وبتقدموا العرض الدرامي بتاعكم؟ والله أول شيء الاعتماد الكلي على منصات مواقع التواصل، إذا كان صفحة الفيس أو اليوتيوب أو تيك توك. وثاني حاجة يمكن يعني بنشارك في خلوني نشارك في مهرجانات بتاعت المدارس في القرية. مثلا في مدرسة أبو زر الغفاري، يعني عندهم في الأساس يعني في مهرجان هم بيشاركوا بيقدموا عمل درامي، أو إذا كان في حفل جماعي يعني قصدي بيه فئة معينة. يعني مثلا عن متضري السيول أو أي حاجة مثلا كذا بيمشوا يشاركوا بحاجة حسب القضية المطروحة، يعني هم بيقدموا عمل فني درامي عشان يخدم القضية الناس المهرجان الطارحة يعني. طيب بالنسبة للاستعدادات بتتم قبل كم من إنتاج العمل الدرامي وتحديدا إنهم أطفال وبيحتاجوا عمل مكثف؟ الاستعدادات بالنسبة للشغل الدرامي اللي هو بتاع التصوير يعني المونتاج والجاهز، والله يعني أنا بورونا الفكرة قبل يومين ثلاثة إنه مثلا عايزين نشتغل فكرة عن كده. هاي بتتكلم عن شنو؟ أقول لهم هاي بتتناقش قضية نتحدث عن كده عن كده. بطرحوا لنا الفكرة وبنجي تاني في أثناء التصوير، يعني الحوار والحاجات دي يمكن ولادنا يرتجي لأثناء التصوير. بتكون عفوية يعني؟ بتكون عفوية، لكن أنا ما دارس كلية الموسيقى والدراما ما بخلي حاجة تمر سايعة، يعني لازم تكون فيها نوع من المنطق. كويس. عفوية لكن نوع من المنطق. وبجتهد معاهم في مسألة الإحساس عشان يقدر يصل للمشاهد وكده. يعني بتجهز معاه نتاج شخصي، لكن ما مجهزين يعني ما بنكون جاهزين 100%، يعني نسبة 70% بنكون جاهزين من كل النواحي. يعني أهم حاجة زي ما بقول المخرجات تكون كويسة والرسالة اللي أنتم طارحينها للمجتمع تكون وصلت وتفهمت بالطريقة الصحيحة والطريقة المرجوة. أخيرا المساحة لك إذا في رسالة حابة توصلها لأي شخص قاعد يشاهدنا الآن.
والله أول شيء أنا حابب أشكركم قناة سودانية 24 وكل التيم العامل، وحابب يعني أحيي مجموعة من الناس كده كثيرين عرفت. أول شيء طبعاً التحية لأمي وأبوي، لو التحية من هنا جميع الأخوان والأخوات، وتحية خاصة جداً جداً لأبو القاسم إسماعيل اللي هو والد الأطفال ديل، وحفصة قسم السيد اللي هي أختي، لهم التحية. وكمان ما أنسى أحيي أستاذ عبد الرحمن عبد الله، ده هو أستاذي وصديقي وأخوي عديل، يعني كان بيساندني ويقف معي من بداياتي الأولى كده يعني. وكمان ما أنسى أحيي ود عمتي عمر الأعسر، برضو دائما يعني مشجعني. أنا خايفة غاتو تنسى زول. أنا ما حانسى زول، لكن برضو أنا حابب برضو أشكر ما أنسى طبعا حمادة ومروة اللي هو محمد أبو القاسم ومروة أبو القاسم الممثلين، أشكرهم وأقول لهم يعني إن شاء ربنا يوفقنا كلنا كده مجموعة وفرقة مبدعون عامة كده. حابب أشكرها وجميع الزملاء في مدينة تنبول، جميع مدينة تنبول وأهالي قرية كريعات المنصورة كلهم كده كريعات المنصورة، حابب أشكرهم وجميع الشعب السوداني. الله يكرمكم. شكرا لك. والمتابعين يا اخوانا المتابعين لصفحتنا، يعني ان شاء الله ربنا يديكم العافيه ومعاكم لقدام ان شاء الله. انا برضو بضيف شكرا برضو للمتابعين لحلقتنا اليوم الليله، وايضا شاكرين لمدثر قسم السيد، هو مخرج درامي ورئيس مجموعه مبدعون. بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا لك.